لحد فترة قريبة كان أي حد بيمشي من شغله كان بيبقى زعلان ومتأثر، وكانوا بيعملوا له كده زي حفلة وداع، وكان بيقول فيها كلام لطيف من نوع هتوحشوني والمكان صعبان عليا والعشرة والكلام اللطيف ده. دلوقتي الوضع اتغير تماما، أي حد عايز يمشي من شغله بيلبس أشيك لبس عنده وبيروح يقدم استقالته ويقف قدام الشركة ويعمل سيلفي الاستقالة. وسيلفي الاستقالة ظاهرة محتاجة دراسة، احنا ليه مبسوطين قوي كده واحنا ماشيين من بعض الأماكن اللي اشتغلنا فيها وتعرفنا فيها على ناس؟ سيلفي الاستقالة سببه حاجة أكيد حاصلة، نتكلم عنها النهاردة.